احنا تعودنا على انماط الاستجابه العراقيه حيال كل موضوع. العراقيون حاليا يمرون هم مرتبكين سياسيا في عده ملفات، اكثر من ملف ميناء مبارك، يعني عندهم ملفات اكثر مما تتصور، لكن يعني غير الانسحاب الامريكي، غير الاعتداءات الايرانيه، غير العمليه السياسيه المتعثره، هناك الكثير مما يجري في العراق، فهم مرتبكين سياسيا حتى في تعاملهم مع هذا الملف. انا اقول اذا غيرنا موقع الميناء فسوف يتوسعون في اجندتهم، لن يتوقفون عند هذا الحد. أنا هذا اللي عندي في هذه النقطة بالذات.